السلام عليكم. اليوم غادي نصاوبو دي مول. غنحتاجو مايزينا، شويه ديال الزيت ديال لي بيبي، والكره ديال السيليكون. اول حاجه غادي نحاولو نفرغها هنايا، من بعد غادي نزيدو شويه ديال المايزينا نديرو في يدينا. نحاول نعجنوها ولكن نردو البال متلصق ليناش في يدينا. ديرو شوية ديال الزيت، ديرو شوية ديال الزيت، إلا كنت غادي نلونها نلونها زعما، كنت ندير اللون أحمر، يعني غادي يعطيني لون غوز. شنو تي ليمون؟ ليمون ديالاش؟ ديال لاباطا مولي. تي دير لاباطا مولي؟ شالوخ. كنبداو نعجنوها حتى ما تبقاش تلصق في اليد، باش تبقى رطبه، باش تقدر نديرو عليها ال هي مازال دابا مازال خاصها بزاف ديال العجين. نعجنها ونرجع لكم. من بعد ما عجنتها ولات عندي عجين هكا، كنديروا الزيت في الاخر، يعني كنمسح داكشي اللي لاصق في الارض، وكنحاول نديرها عجين بحال هكا. من بعد كناخذ طريف بحال هكا كنعجنو قوه هنايا. حسب المول اللي عندي، انا عندي دابا واحد طويل، نحاول نديرها، ومن الاحسن نخليوها شويه غليظه، يعني يكون السمك ديالها كبير باش ما تبقاش تقطع. جوج ديال الليمون بحال هذا، ندهنو شويه بالزيت باش ما يسخنناش بحال هكا. صافي كنخليهم ينشفوا. كما كتلاحظوا واخا مازال ما نشفوش، يعني باقي طريين حيت درنا الزيت، الزيت ما كتخليهش يلصق، شفتوا؟ يعني صافي ماشي بالضروره نتسناهم ينشفوا عاد نحيدو دوك الليمون، ما كيلصقوش لان الزيت ما كتخليهش يشد. كما كتشوفوا يعني هادو بحال هادو ارقام نقدر نحتاجوهم. وحتى الدراري الصغار يستافدو منهم، يعني بحال بنتي راه باغا تلعب بيهم بلا باطا مدلي. يعني فكرة زوينة، نتمنى تعجبكم الفكرة وتجربوها وتشاركوها مع صحابكم. سلامة.